أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهري مع درس جديد من دروس مادة النحو، اليوم بعون الله مع علامات الفعل. علامات الفعل زي ما خدنا المرة اللي فاتت علامات الاسم، وقلنا إن علامات الاسم هي الجر والتنوين ودخول ألف واللام يعني. طيب المرة دي هندخل على علامات الفعل، وطبعا أكيد علامات الفعل مختلفة عن علامات الاسم وإلا لما افترق. طيب ايه علامات الفعل؟ ايه العلامة المميزة الظاهرة اللي انا اشوفها بعيني او اسمعها باذني فاعرف ان ده ايه فعل؟ العادة هيجيب لنا مجموعات يقسمها على عدد العلامات طبعا، والمثال والفعل يحدد لك الفعل في الجملة او المثال، وبعد كده يعطيك ايه العلامة. طيب المجموعة الاولى المثال هو قوله تعالى قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. الآخر قد تبلغ مرادك، قد تبلغ مرادك. الفعل طبعا هنا في الآية الكريمة أفلح، وفي الجملة دي تبلغ، أفلح وتبلغ. طيب إيه علامته بقى؟ إيه اللي دلني بمجرد السماع أو الرؤية أول ما أشوف الجملة إن ده فعل؟ أول ما شفت قد في الجملة عرفت إن إيه اللي بعديها فعل على طول. تمام، يبقى علامة الفعل هنا في هذه الجملة هو دخول قد. تمام، قد أفلح المؤمنون، قد تبلغ مرادك. تمام، يبقى دخول قد. خلصنا المجموعة الثانية، يبقى كده هيجيب علامة ثانية من علامات الفعل. طيب المجموعة الثانية بتقول سيفوز المجتهد، سيفوز المجتهد. طيب الجملة الثانية سوف أكافئ الفائزة، سوف أكافئ الفائزة. طيب الفعل في الجملتين دول ايه؟ الجملة الأولانية سيفوز المجتهد، الفعل فين؟ طبعا يفوز، يفوز. طيب وفي الجملة الثانية سوف أكافئ الفائزة، طبعا الفعل ايه؟ أكافئ. طيب ما العلامة هنا في الجملتين؟ ما العلامة التي دخلت على الفعل فميزته وجعلتني أعرف مباشرة أن هذا فعلا؟ تمام، اللي هي دخول السين أو دخول سوف، دخول سين وسوف. تمام، سيفوز المجتهد، سيفوز المجتهد السين، سوف أكافئ الفائز، سوف أكافئ الفائز. طيب دي المجموعة الثانية، والمجموعة الثانية علامة الفعل فيها المجموعة الأولى كانت قد، المجموعة الثانية دخول سين وسوف. طيب نشوف المجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة بتقول أشرقت الشمس، أينعت الثمار، فعل فين؟ أكيد أشرقت وأينعت. طيب علامته اتصلت به تاء التأنيث الساكنة، أشرقت أينعت اتصلت به تاء التأنيث. أشرقت بدل ما أقول أشرق مذكر بقول أشرقت مؤنث، بدل ما أقول أينع مذكر بقول أينعت مؤنث، اتصلت به تاء التأنيث الساكنة. طيب يبقى قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. طيب ايه تاني؟ المجموعة الرابعة اطيعي والديك، ذاكري دروسك. طبعا فين الافعال هنا؟ اطيعي ذاكري. طيب ايه علامته؟ دل على الطلب بنفسه وقبل ياء المخاطبة، دل على الطلب بنفسه وقبل ياء ايه المخاطبة. هذه دل على الطلب، أطيعي يطلب منها أن تطيع، ذاكري يطلب منها أن تذاكر، وقبلت ياء المخاطبة، أطيعي يعني أطيعي أنت، ذاكري ذاكري أنت، يبقى قبلت الياء، يبقى ده برضو إيه فعل. يبقى عندنا الأفعال علاماتها دخول قد، دخول سين وسوف، اتصال تاء التأنيث، أن يدل الفعل على طلب في نفسه وأن يقبل ياء المخاطبة، بس كده. تمام، دخول قد سين سوف تاء تأنيث دل على طلب وقبل ياء المخاطبة. طبعا الكلام هيتعاد بشكل علمي، يبقى فعل الأمر بيدل على طلب عشان انت بتؤمر، وبيقبل ياء المخاطبة. تمام خلصنا كده، وتاء التأنيث يبقى أكيد الفعل ايه ماضي، وسين والسوف تكون ايه مضارع، وقد قد يكون ماضي ومضارع. يبقى الماضي اختص ب تاء التأنيث، والأمر اختص بدلالته على الطلب ودخول ياء المخاطبة، والفعل المضارع اختص بالسين وسوف، وقد
اشترك فيها المضارع والماضي. الخلاصة أن الفعل يعرف بعلامة من علامات أربعة، هي قد بالسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. قد تدخل على الماضي والمضارع، السين وسوف مضارع فقط، تاء التأنيث الساكنة ماضي فقط، تمام. والأمر طبعا قلنا إيه، دلالة الفعل بنفسه على الطلب مع قبولها المخاطبة. قال صاحب الأزهري: وعلامة الفعل قد، نحو قد قام زيد، وقد يقوم، والسين نحو سيقوم، وتاء التأنيث نحو قامت، ويا المخاطبة مع الطلب نحو قومي. أدخل الأفعال التالية في جمل مفيدة مستخدما علامات الأفعال المتنوعة: ينجح، سينجح الولد إن شاء الله، أفلح، قد أفلح المؤمنون، أثمر، أثمرت الفاكهة، ذاكري، ذاكري دروسك. استخرج الأفعال من الأمثلة التالية وبين علامة كل فعل: قد أذهب إلى الحديقة اليوم، طبعا ده فعل ماضي دخول قد عليه، سوف أكون، طبعا دخول سوف ده فعل مضارع، حضرت المتفق ده فعل طبعا إيه ماضي دخول تاء التأنيث عليه، يا فاطمة ذاكري طبعا دلت على طلبه قبلت يا إيه المخاطبة ده فعل إيه أمر. بس كده، والمرة الجاية مع علامات الحروف إن شاء الله، مع علامة الحرف بإذن الله. دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.